This lady is chronic عندها اللي هو ال CLL is manifested by high lymphocyte count و lymphocyte marrow infiltration. ال evidence clinical دكتورة ميادة؟ أيوة سامعني؟ أيوة سامعينك، اتفضلي. أوكي. This lady عندها chronic lymphocytic leukemia manifested by high lymphocyte count. Lymphocyte marrow infiltration and evidence of clinical splenomegaly وعشان الليمفادينوبثي. 70% من البيشن بيكونوا asymptomatic و with stage A. leukemia as with this is lady ما بيكون في انيميا no thrombocytopenia وبيكون عندها less than 3 area of lymphoid enlargement have a median survival بيكون الميديان سرفايفل حقهم 8 سنين. طيب التريتمنت هنا ما عنده indication. طيب بالنسبه للindication of treatment لما including انه develop of anemia or thrombocytopenia plus or minus thrombocytopenia او progressive of massive splenomegaly يكون اكثر من 6 سنتيمتر والليمفوسايت تكون والليمفوباسي تكون اكثر من 10 سنتيمتر. طيب عندنا كمان او بيكون في progressive للليمفوسايتوزس 50% increase بتزيد في خلال شهرين او يحصل doubling في اقل من 6 شهور. تمام السيمتوماتيك سيمتومز زي الفيفر والنايت سويت والويت لوس لاكثر من 10% او ريدكشن اوف ويت اكثر من 10% في خلال 6 شهور او اخر حاجه كمان هو اكستريم فاتيك. although this is lady being complaining of tiredness this is does not in itself constitute a symptom a systematic symptom given the absence of the other symptom and her strong performance status. طيب lymphocyte count is raising but doesn't meet the criteria for treatment of at the present. Should treatment be indicated this is the comprised chemotherapy agents the chlorambucil and fludamine. Immunological agents the rituximab and steroid is in advanced stage. تمام البيشن ما عندها الكراتيريا عشان كده احنا هنخليها في الاوبزرفيشن لحد يعني هيكون بس مجرد فولو اب لحد ما يعني تحتاج يعني لو بقي عندها انديكيشن يعني. طبعا احنا قلنا الكلام ده قرأناها ايوه كنا عديها. طيب هنا بيسأل من likely most likely cause of rash بيسأل من سبب الرش. عمره 30 سنة عنده acute AML receive a bone marrow transplant من from a matched and unrelated donor. 7 day post transplant he developed a non-blanching pubic rash over both legs. The rash is not itchy or scaly. الهارت ريت كان 98 البلود بريشر 124/70 التمبريتشر 37 يعني ما في برايل and he's otherwise asymptomatic. طيب هنا البلود تيست كان فيه الهيموجلوبين لو البليت از فيري فيري لو التوتال يعني بانسايتوبينيا السي ري اكتيف بروتين كله لو السيري اكتيف بروتين 10 والصوديوم هنا السيري اكتيف بروتين عشان نشيل من بالك انه في نشيل من بالكم انه في يعني انفكشن او كذا يعني تقريبا الصوديوم 138 بوتاسيوم 3.2 لو اليوريا الكرياتينين يعني اوكي. طب هو بيسأل هنا من سبب الرش اللي هو احنا عندنا فاندر يمكن عشان نون بلينشنج نون بلينشنج نقول ثرومبوسايتوبينيا
هو صراحة أقرب حاجة، لأنه هنا أنا هو مديك السي ار بي، هي هو البيشن يوتروب يعني يوتروبينك، بس لأنه هو يعني كاتب السي ار بي 10 يعني إنه البيشن ما انفكتد، فإحنا حنشيل من بالنا الحاجات اللي بتعمل انفكشن. وهيش سكرين بيربورا لأنه الرينال بروفايل نورمال، مش تمام. جرافت فورس دي؟ لا اشرف المفروض يكون فبرايل اتليست، البيشن بتيجي ما براش فبرايل. برضه، بتيجي براش اللي هي ايه؟ بتيجي بإيه؟ بتيجي براش، بيكون في ناس هانشلين؟ جرافت فيرس. هانشلين لا بيربر. جرافت فيرس هوست. لا لا الجرافت الهانش سكرين الجرافت اللي ضد عنده، الهوست. بس الجراف ضد الهوست في المفروض يكون في فيفر. هنا كاتب انه فيفر يعني انه سي ار بي بيشن افبراير 37. 30 و3 افبراير اللي بتكون بلانشنج بتاعت البليتلت صح؟ تقريبا، انا ما اعرف، شايفه انه هي اقرب اجابه يعني انه تكون اللي لا هي بتكون بلانشنج، بتكون بلانشنج بتهيألي، بتكون بلانشنج مش انهي عارف، انا حاسس انها جربت فيرسس يعني. لا بلانشنج ده في السكين، ما تكون مشكله في السكين برضه. اي حاجه جوه بقى هتعمل نون بلانش، اي حاجه نعم فوسفولايتس في البليتلت تبقى نون بلانش. هو اقرب اجابه هي الثرومبو، لانه كل الباقي يعني against الانفستيجيشن، against هي بالاكسكلوجن. اكسكلوجن بس، صح. طول تمام. طيب هو كان انه this is man on second day of transplant the blood count are starting to drop including the platelets. thrombocytopenia typical causes small bubaric spot that are otherwise asymptomatic. طيب الفانجل ليه مش الفانجل؟ البيشنت صح انه immunosuppressed patient but would be more likely to cause itchy وبينفل راش with a different appearance. يعني لو هو كان عنده fungal infection حيكون itchy وحيكون painful rash. ليه مش ال graft host disease؟ لأنه dry scaly rash develop patient immune system is starting to recover around 2 weeks after transplant. تمام، هنا قال إنه حتكون هي dry scaly rash دي حقت ال graft versus host، وهو حصل له already recover بعد أسبوعين من الترانسبلانتيشن. طب ليه مش الهنش سكرين بيربرا؟ هي لأنه بت affect ال children و associated by glomerulonephritis. It is immune mediated so unlikely some who is still profoundly immunosuppressed. meningitis بتعمل لنا نفس ال non blanching بيربوريك راش but would be symptomatic with a headache, fever, meningism, and CRP raise, which is إنه هنا ال patient ما عنده أي symptom. طيب نقرأ ال thrombocytopenia. يا ريت معلش. تمام. طيب هنا ال causes of severe thrombocytopenia اللي هما ال ITP وال الايدوباثيك ثرومبوسايتوبينيا واللي هو disseminated intravascular coagulopathy والثرومباتيك ثرومبوسايتوبينيا والهيماتولوجيكال مالينس. دي الاسباب اللي بتعمل سيفير ثرومبوسايتوبينيا. طيب احنا عندنا كمان اسباب بتعمل مودريت اللي هما الهابرين انديوس ثرومبوسايتوبينيا والدراج انديوس زي الكينين والديوريتكس والسلفانوايد والاسبرين والثيازايد. عندنا الكحول ليفر ديسيز الهايبرسبلينيزم والفايرال انفكشن بس زي الابسين باير فايروس او الاتش اي في والهيباتايتس. كمان عندنا البريجنسي اس ال اي والانتي فوسفوليبيد سندروم والفيتامين بي 12 ديفيشنسي. تمام، يبقى دي الاسباب اللي بتعمل مودريت. طيب السودو هنا he's been reported association بس use association with the use of edita as the anticoagulant. ال edita دي في حد عنده فكرة يعني في ال edita؟ التيوبز عشان ما بياخدوا حاجة انت بتحطها عشان المعمل، عشان حق المعمل مواد معملية. تمام تمام.
نشوف السؤال. شوف السؤال الأول صح. management. ساتر. طيب اسأل من المانجمنت اوبشن. سيتومتري ولا ايه؟ ممكن اسأل. طيب اوكي. طيب هشوف ال نجرب طريقة الدكتور أشرف ولا؟ أيوة نجربها. نجرب. طيب أوكي نشوف الأسئلة. What is single appropriate management option؟ اللي هو إحنا عندنا ال options اللي هي إما organize the bone marrow aspirate and biopsy. هنعمل peripheral blood flow cytometry analysis, repeat the blood for blood count for week, organize the CT, neck, thorax, abdomen, pelvic, organize the blood cytogenic analysis. تمام. شك السؤال لا يعني أشرف عندك خرفشة جامدة في المي. ضبط المي. ماشي نكمل على طريقة الدكتور أشرف من الاختيار. أيوة نكمل نشوف الـ investigation. ماشي. الـ investigation إحنا هنا عندنا اللي هو الـ total load. طيب لا مش lymphocyte والنيتروفيل. أيوة يعني أكترها نيتروفيل. المونو البليتليس كويسة. البلوت فيلم إنه البيشن نيتروبينيا. طيب الـ B12 عندنا 224 which is normal. الـ ESR 15 يعني شوية هاي. الـ CRP 9 الـ TSH 0.35 باعتباره low. TSH والـ patient عنده الـ patient يعني سبكل ماشي على سبكلينيكل. لا الـ TSH low والـ T4 normal. طيب المونوسبوت نيجاتيف والسيتوميجرافي نيجاتيف. اوكي يعني طلعنا من الانفستيجيشن ان البيشنت هو سب كلينيكال وعنده نيتروبينيا. طيب في الاكزامينشن الكلينيكال ريفيل بريزنس اوف سيستميكلي ويل فيميل. البلد بريشر 118 74. الهارت ريت 82. ريسبيراتوري 16 كله نورمال. تمبريتشر كويسه نورمال. ان اكزامينشن اوف هير كارديو فاسكولار سيستم ار ريماركبل. سيميلر اكزامينشن اوف الجي اي واز ار ريماركبل وذ نو اورجانوميجري ايدنتيفاي نو سيرفايكال اكزيلري اور انجوينال ليمف نود وير بالبابل. Examination of hair and teeth system was unremarkable. يعني examination normal. ما في أي حاجة في examination. تمام. نطلع فوق على السيناريو. طيب 36 سنة female جات ال outpatient عندها refer من ال GP with falling white cell count 8 weeks ago. من 8 أسابيع. She saw her on GP complaining of feeling continuously tired after viral upper respiratory tract. 2 weeks prior to this onset of her system, her symptoms, she's also complained of feeling generally unwell and having intermittent pain in all her joint and muscle without swelling or stiffness. Her respiratory system has fully resolved and she's denied any night sweating or weight loss. LGB organized a set of a screening blood investigation which revealed a white cell count اللي هو كانت 2.6. طيب this is was repeated on two further occasion over the next 4 weeks revealing result of 2.2 and 1.9. يعني هو الفكرة انه البيشنت جاية بس بنيوتروبينيا ف respectively neutrophil اللي هو 1.5 1.2. الباس ميديكال هيستوري انكلود الهايبوثايرويديزم فور ويتش از تريتد ويذ الليفوثايروكسين. تمام. طيب الحاجه السيناريو اللي بيتكلم عنها انه البيشنت دي نيوتروبينيا وهي جاست باي يعني just for follow up يعني جات بالفعل follow up هم اكتشفوا انها البيشنت عندها نيتروفينيا وثبتت
يعني كان جاها viral infection في الأول، وبعد ال viral بعد ما حصل resolving still يعني لما أخذوا تاني عينة still عندها neutropenia، ومين اللي بتكون مع ال مع neutrophil يعني. فأعتقد إنه هو effect يعني، هو زي effect يعني من ال من ال viral infection اللي كان عندها مثلاً، أو يعني هو بيسأل من النكست ستيب إنه أنا هعمل يعني. طيب أنا اقتنعت إنه البيشن عندها نيتروفينيا، وهي نيتروفيليا نيتروبينيا سوري نيتروبينيا، ومفروض إنه أنا further management يعني. فأنا هاول أورجنايز البون مارو، هل أورجنايز البي البريفرال، أو نعمل ريبيت بعد 4 أسابيع، أو نعمل سي تي نيك ثوركس أبدومين أند بيلفيك أورجنايز بلوت cytogenetic analysis. طيب هاتش اي حاجة يعني، و لهم قالوا فيرال بس اكلوا ضرب البون مارو بس والجميع. هي بالضبط هم كويس يعني، هم قلبينه كويس. ها هي في ميل هي كويس، هي بس بلتلت. هي بس بلتلت كويسة يعني، هي الوايت ديسيز بس اللي فيها مشكلة. يعني أصلاً طيب أنا اقترح إنه لا، ما أنا هعمل إيه. أوكي، ما هي البيشن يعني لسه هي بادية تريتمنت يعني. أنا هعمل على طول بون مارو، أو أنا أول إنه تورجنايز سيتي ومش عارف. أنا ما هعمل لأنه البيشن ما عندها أي سيمتومز أصلاً، ما عندها أي حاجة، فكل الإكزامينيشن طلعت نورمال. ريبيت أكتيفيتي بعد شهر، بعد 4 أسابيع. آه بالضبط يعني، هي ممكن تكون يعني مفروض أعيد الفحص يعني كمان 4 أسابيع. ماشي نشوفه كده. دي تقريبا مايلو سبريشن صح، أو مايلو سبليزيا مايلو. أوكي طيب this is very common scenario seen in hematology outpatient. Patient properly has transient myelo suppression secondary to viral infection with both viral fatigue and malaise. Although she's symptomatic, she's systemically well, and there is no other red flag symptom or sign, including presence of lymphadenopathy and spirometry. Neutrophil count has been falling, but it has remained above 1. And she's not febrile or septic. The neutrophil count is beginning to improve, albeit very slowly, and therefore the repeated FBC would be justified to ensure that does return to the normal. It is remain low, further investigation would be justified. يعني أنا فوق الواحد فكرة السؤال إنه أنا فوق الواحد ما حعمل ما حأدخل يعني. يعني خلاص أنا طالما إنه أنا remain above one وماني تروفين وماني يعني عندها أي symptoms أو أيوة أو ما عندها أي symptom، فحتكون حاجة مطمنة يعني. وهي ماشي improve بس slowly. طيب تمام. بس ما اداش يعني العلاج بتاع النيتروبينك يوتازو لا ما هي ما عندها سيمتوم. هو قال انه هي ما اي سيمتوماتيك، هي اي سيمتوماتيك البيشة ما عندها سيمتوم. كان في قاعدة بتقول في القصة دي حتى لو انا شكيت فتاخد ندي بس يمكن بس هنا فكره السؤال مش المانجمنت لل لا لا التاني لو انا شكيت في عيان مثلا ايه واحد بياخد كيموثيرابي، فانا متوقع انه يبقى فيه نيتروبينك سيبسز او حاجه زي كده، مجرد انه مثلا يجيب سورس روت او اي حاجه هنا ادي. اما ده ما عندوش اي حاجه، هو جاله فيرال انفكشن وبس، خدش يعني كيموثيرابي ولا عمل اي حاجه يعني. بالظبط اي، وبعدين مش تحت الألف كمان يا دكتور حسن، يعني بتم فوق الألف انت في السليم. تمام. وهنا موضوع مشهور قوي، موضوع تحت نص، موضوع النيتروبينيا مشهور هنا جدا يعني، الناس عايشة عادي ولا بيحصل لها اي حاجة. لو تتابع فيه 6 شهور بيفضل كده والدنيا مفيش مشكلة خالص. في كتير من مش بس فيرال، في يعني في كمية من الديسيز بتعمل نيتروبينيا، عشان كده هو بده فرصة انه الجسم لا انه ياخد فرصة انه هو يرجع يعني يرجع نيتروفيلز يعني. نفس فكرة السب كلينيك مش عارفة تايرويد، لما يضرب لما نحصل viral infection هي كمان
بتتلخبط معاها شوية الأمور أول فترة، بعد كده بترجع يعني. طيب حابين نقرأ النيوتروبينيا؟ يا ريت والله. طيب هي قال إنه النيوتروبينيا ريفير تو إنه بيكون النيوتروفيل كاونت أقل من 1.5، النورمال بتكون من 2 لـ 7. ف it is important to recognize that it is predisposed to the severe infection. طيب النيوتروبينيا يعني عندنا احنا بتتقسم حسب السيفيريتي لمايلد ومودريت وسيفير. المايلد بتكون من 1 لـ 1.5، عشان كده هو يعني ما تدخل لانه هي ستيل ابوف ال 1. طب احنا عندنا المودريت بتكون من 0.5 لحد 1، السيفير اللي هي كمان اقل من 0.5. هنا الأسباب. طيب الأسباب عندنا فيروس زي الـ HIV والـ Epstein Barr virus والهيباتيتس اللي هم الفيروس اللي بيعملوا النيوتروبينيا. الدراكس عندنا سايتو توكسيك دراكس والكارمزبول والكلوزابين. طيب عندنا الـ benign ethnic نيوتروبينيا. It is common in the people of the Black African and Afro-Caribbean ethnicity require no treatment. دي حاجة عندهم كده في حاجة عرقية يعني. Benign وبتكون بيكون البيشن نيوتروبينيك. طيب عندك عندكم هيماتولوجيكال مالجنسي زي المايلوديسبليزيا او المايلوديسبلاستيك مالجنسي او الابلاستيك انيميا. في اذر هم زي الروماتولوجيكال كونديشن SLE والميكانيزم include the circulatory anti-neutrophil antibodies و rheumatoid arthritis زي كمان الهايبرسبينيليزم اللي هي معاها الفلتر سندروم البيشنت بيجيني بيوتروبينيا السيفير سبسس والهيموداليسس. تمام. 28 سنة أفرو كاريبيان ميل جابي 2-hour history of the sudden onset left side weakness. He denied any sensory involvement, dysarthria or dysphagia. His known history of the sickle cell disease with 2 previous episodes of transient ischemic attack and episode of acute chest syndrome. الأتاكس كانت قبل 10 أيام. طيب في الإكزامينيشن he displays power of 1/5 في left arm و2/5 في left leg، يعني left هو المضروب عنده و5/5 في right side، يعني left المضروب وما غير كده ما في شيء. report no sensory disturbance, plantar response are down going bilaterally. he's unable to perform finger nose testing. He denied any electric drug use, is no smoker and doesn't drink alcohol. He has no other past medical history and hyperacute CT. He had demonstrated an area of acute ischemic and right internal capsule region. What is the most appropriate immediate treatment? هسأل من treatment. Patient still عنده hemiplegia. طيب هو هياخد ال intravenous thrombolysis aspirin 300 أو intravenous ومعها mechanical thrombectomy أو exchange transfusion أو clopidogrel 300. هو عدى عليه الوقت قد إيه عشان نشوف الويندو والقصة دي؟ هو عنده 2 previous episode of transient. هو لا ما جايبنا. عنده 2 كده بتاع تي اي. تو بيزت بس ما هو ما ذاكر 2 اور. طيب اوكي وخلاص استل يعني جوا الويندو. فين؟ لو بتتكلم عن الويندو هو جوا الويندو. فين؟ اول سطر. أول two hour history. أول سطر. تمام. أنا من ساعتين. من ساعتين. بس أنت ما تنسى إنه البيشن ده عنده قبل 10 أيام جاب نفس اللي كان عنده تي أي إيه، يعني كان جاي بـ تي أي إيه يعني، وقبليها كان عنده chest acute chest syndrome وكان. بس هو تقريبا في حاجة برضو في السربيلا، ما هو مش
بتاعت النوز فينجر نوز تيستنج والانترنال كبسول بيقول فيه هنا اكيوت اسكيميا يعني في حاجة قافلة الطريق. طيب أنا بقول تالت واحدة ترومبولايسز ونعمل بس أنت ما تنسى إنه البيشن سيكلر يعني ناس السيكلر ستيل شوية عندهم بلان مختلفة. حسب صح ما بتذكر خالص بس أنا بتذكر إنه في البلان يعني هم لما يجوا بأي يعني عندهم أي نيورو بروبلمز أو نيورولوجيكال بروبلمز دائما بيتجهوا للإكسشينج ترانسيوجن لأنه دائما بيكون حاصل ديبوزيشن يعني اللي هو سيكلينج فأنا صح هنا ما متأكدة بس بعتقد إنه أعتقد يعني من 10 أيام حصل بسود يعني لو صلحها يحصل بسود تاني تقريبا ممكن اكسشينج قصدك بالضبط تبقى اللي صح بالضبط صح اوكي هم عندهم بلان كده لحالهم يعني اللي هو بالبيس انت لو هو بجوك لو بجوك بالتي اي ايز او بجوك فانت بتبدا بريهايدريشن ومش عارف ايه بتاخد وعلى الانرجيز والديهايدريشن والهايدريشنز وبعدين بتتجه لاخر حاجه ترانسيوجن او الاكسشن ترانسيوجن. طيب this is patient in presence of acute vaso-occlusive crisis on a background of non sickle cell disease he is high risk of an infarctive stroke given the background previous TIA increased relative risk by 56 مره بزيد. طيب and recent chest crisis with the past 2 weeks increased relative risk ب 7 مرات. الاذر ريسك هم هنا قال انه الهاي سيستوليك بريشر بيكون برضو من الاسباب اللي بتزيد الريسك. ال ار ار يعني ايش ار ار دي طيب الريسك الريليتيف ريسك هي 1.3 انكريز 10 مرات عن لو ستيدي ستيت هيموجلوبين كمان هو بيزيد بنسبه 1 ل 9 في كل في كل 1 جرام ديكريز. يعني احنا عندنا هنا انه اللو هيموجلوبين بيزيد الريسك وعندنا الهاي سيستوليك بريشر بيزيد الريسك وعندنا كمان ال كان قصده ريسك ريدكشن يمكن لا الريليتيف ريسك مش الار ار ريليتيف ريسك يعني هو بيقول كل واحد بتنزل مع كل بيزيد ال بتزيد بيزيد الريسك بالظبط يعني بيزيد الريسك بنسبه 1.9 لكل جرام بينزل عندك في الهيموجلوبين. طيب المانجمنت اوف اكيوت سيل انفكشنز ديفرنت من الثرومبو امبوليك ستروك اثروميتوس ديسيز. ذا ايميديت ايم هو احنا هنا الفكره انه احنا عايزين تو ريديوس البروبورشن للهيموجلوبين اس. طب ايذر ويز ايميديت ترانسيوجن اور اوبتيمالي وذ اكسشينج ترانسيوجن يا اما انه احنا هندي دم او هننزل او هنغير اللي عندنا. The latter reducing the concentration of hemoglobin S faster with the low risk of transfusional volume overload. آخر واحد ده إحنا بيعمل لنا بينزل لنا الconcentration بتاع hemoglobin S من غير ما يعمل لنا مشاكل في overloading يعني the volume overload. طيب possible resulting in increased blood viscosity and the consequent pulmonary edema. هخاف بس من ال هو إيه إنه تزيد عندنا viscosity وال في النهاية حي البلمونية إديمة يعني. تمام يا فندم. تمام. دي هي حقة المانجمنت. طبعا السيكل سيل إحنا قلنا إنه إحنا عندنا جنرال مانجمنت إنه البيشن حياخد أنالجيزيا الأوبييتس عنده ريهيدريشن والأكسجين وconsider antibiotic لو إنه عنده أي sign بتاعت infection مفروض إنه يأخذ antibiotic. والblood transfusion برضو من الحاجات المهمة. قلنا إنه إحنا لو خايفين إنه يكون في أي overload أو كذا فعندنا الoption بتاع إنه نعمل exchange لأيوة هنا إنه أهم حاجة أهم نقطة إنه يكون patient عنده neurological complication وبالذات تقريبا في ال crisis لما تكون يعني في 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 هاي ريكيرنس للكرايسيس دائما اعتقد بيدخلوا الهيدروكسيوريا
دي من الحاجات اللي يعني لما يكون بيستخدموا البيشنت يجي الهايبروف ثيوري. بمالتيبل اكتيفيشن بالظبط، صح. يكون وعلى عندهم فكرة مالتيبل اكتيفيشن. بيستخدموا في مونوكلونال كده، بيستخدموه تقريبا الكلوفي، مش فاكر اسمه ايه، اوكليزيماب تقريبا برضو بيستخدموه في السيكل سيل كرايسيس، الناس اللي بيجي لها كرايسيس كتيرة يعني. ايوه، اللي هو اللي عندهم مالتيبل ادمشنز او مور هوسبيتاليزيشن، بالذات الكرايسيس دي يعني كان دائما تجي في ال مش عارف ال MCQs يعني البيس اوف 5. سوري. طيب تمام، يعطيك العافية، شكرا دكتورة ميادة، ربنا يبارك فيك. الله يخليك. خلصت كده انا؟ تمام تمام. طيب الأسئلة بتاعتي، أول سؤال بيقول 72 year old lady is on her third cycle of chemotherapy following mastectomy and axillary clearance of her left breast. She has a BICC line for line in situ through which she received her chemotherapy. She developed chills and lethargy 2 days prior, which led her to seek her GP, who arranged admission to hospital. She has had one episode of diarrhea and is currently being barrier nursed. Her swallowing is a problem due to odontophagia, and she is only managing to take oral fluid. تمام، يعني هي خدت كيموثيرابي 3 مرات وجايب الاعراض اللي هي الليثارجي والشيلز والكلام ده، وعندها ايدينوفيجيا برضو. تمام. طب she is currently take اللي هو الجرانيولوسايت كولون ستيمولاتنج فاكتور بتاع النيتروبينيا. تمام، تاخد امبرازول ودكساميثازون. she has not traveled abroad and report that she is excluding soft cheese and bits from her diet. On examination, she has a clear chest with no murmur. There is a candida in her mouth and temperature 38.5 recorded on admission. There are no wounds or rash to be seen. تمام، she was started on broad spectrum intravenous antibiotic and oral nystatin and admitted. تمام، you are asked to review here as she has spiked fever 39.8 on her third day after admission. يعني بعد 3 أيام من admission جالها برضو spiked fever وصلت 39.8 مع انها بتاخد broad spectrum intravenous antibiotic. and she is struggling to swallow fluid due to retrosternal bean. عندها بين جامد تقريبا في الاسوفاجاس يعني. طيب اللي عندنا الهيموجلوبين كان قليل، ليتلتس قليله برضو، الوايت بي سيز قليله، النيتروفيلز نص يعني نيتروبينيا. تمام، بقيه الحاجات كلها معقوله. السي ار بي عالي، الشيست اكس ري عندنا كلير لانج، وعندنا نو فيوجن ونو اير. تمام، هنا البلاد كالشر الفيرست بريفري نو جروس، وكان في البي اي سي سي لاين. عارف البي اي سي سي لاين لو حد يعرف الفكره بتاعته ده، نو جروس برضو. والبلاد كالشر سكند بريفرال طلع كواجليز نيجاتيف ستافيلوكوكس. تمام، اليورين ميكروسكوب نو بايوريا نو جروس. طيب والسكين سواب لسه. What is the of the following is the most appropriate action? نعمل لها ايه؟ هي الاكزامينيشن حقها ماشي مع انه البيشن عندها اسوفيجيال كانديزيس. هي ديبند على ال عندها كانديدا في الماوث. في الماوث وده الهيستوري بتاع الماوث كمان سبورتد. وانه بتاخد انترافينوس بتاخد سوري الانترافينوس انتي بايوتيك وما حصل امبروف، يعني ممكن تكون مع الفنجل ستيل، يعني هي سبورتد الفنجل انفكشن اكتر لانه النيستين ما حيعمل لها، يعني هو لوكال
هو المفروض ان ضغط احنا ال المفروض ان احنا لو ادينا انتي بايوتيك خلال 48 ساعه ما حصلش تحسن احنا بنسسبكت انه في كانديدا، المفروض نعمل هاي ريزوليوشن سي تي. بس هي الفكره بدان هي عندها اصلا حاجات واضحه زي الدينوفيجيا او الكانديدا في الماو، فاحنا هنا هندي انتي فانجل دايركت صح؟ مفروض ايوه. وهي اوريدي بتاخد اللي هو الجرانيولوسايت ستيمليتنج فاكتور برضو من ناحيه ثانيه، ده اللي فاضل فلوكونازول. فلوكونازول ايوه فلوكونازول مظبوط. هنا بيقول نيوتروبينيك سيبسيس وذ نو ريسبونس تو انتيبيوتيك 48 ساعه. بعد كده بنقول انه هي في عندها بوسيبل تو فانجل انفكشن. This lady has neutropenic sepsis of unknown source and has failed to improve despite broad spectrum antibiotic. This prompts thought of what the cause could be. Increasing the granulocyte stimulating factor ده هيساعدها، هيساعدها انه ترفع ال white PCs بس does not treat the infection اللي موجود. Paracetamol هيقلل fever بس برضو مش هيعمل تريت الانفكشن. نضيف المترونيدازول is a responsible thought since it's cover الانيروبيك organisms تمام. وشي هاز هاد سنجل ابيسود اوف diarrhea but the source of sepsis is not clearly abdomen. Taking two set of further blood culture will be apart من الورك شوب برضه مش هيعمل امبروفمنت للبيشنت سيتويشن. لوكونازول از ذا انسر ان اني نيوتروبينيك سيبسيس فانجل كوز شود بي كونسيدرد سبيشالي اف ذا بيشنت داز نوت امبروف على البرود سبيكترم انتيبيوتيك. شي هاز اورال كانديدا وذ دينوفيجيا سجست البوسيبيليتي اوف اسفجيال كانديزيز ان ريتروستينيال بيل كان بتقول عليه. We should consider this specially given a candida C. احنا قلنا النيتروبينيك سيبسيس قبل كده. بس هنا البوزيتيف عنده بوزيتيف كلتشر اللي هو نيجاتيف كايجوليز نيجاتيف. ما ذكر عنه حاجة يعني. انت عارفة النيجاتيف دي ممكن. الناس راح تركز فيه عشان بس موضوع. بتهيألي هي ال النيجاتيف كانت ايه الكواجليز نيجاتيف اللي هي اللي كانت اسمها ايبيدرميدز. ايوه دي عشان مثلا الهاندلنج يعني بتاع الكالشر او ال انا قلت المطلوب. تفكرت فيها كده السكين كنت السكين كونتاكت يعني صح. اوكي تساؤل في مكانه بس انا بصراحه ما لقيتش كاتب عنه اي حاجه هنا. طب احنا قلنا القصه دي نعديها. طبعا هو كان هنا المفروض يقول لي هو لو ان ويل بعد 48 ساعة من الانتيبيوتيك كنا بندي الأول اللي هو التازو بكتام وبعد كده الميروبينم، ولو ما جابش نتيجة من بعدها بأربع أو ست أيام احنا كده بإيه المفروض نتوقع إنه فانجل انفكشن، بس المفروض نعمل هاي ريزوليوشن سي تي قبل ما ندي العلاج بلايندلي يعني أفضل. تمام. هو بس هنا انت محتاج ده اندوسكوبي. هو البيشن السيمتومز ماشي مع اللي هو الادونوفيجيا واللي هو انت محتاج اندوسكوبي هنا او يعني اندوسكوبي هو اللي هيعمل لك دايجنوز. بس هي واضحه على التنج بتاع الكانديدا يعني خلاص يعني مش يعني عنده سبب واضح اصلا يعني. بس ما بقيت انفيزف حاليا. هي كانت في مكان وحاليا انفيزف يعني. إيه طيب ناخد سؤال تاني برضو تطبيق على النيتروبينيك سيبسيس برضو هنا برضو نفس يعني سؤال عليه برضو. هنا بتكلم على 54 year old woman present to emergency department. She has notes a sore throat over the last 24 ساعة and here she, and checked her temperature and found to be 38.2. Her other observation are all normal. She has had no other symptoms and specifically